والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إنه اليوم العزيز على قلوب المغاربة بصفة عامة والوطنيين كافة، ألا إنها الذكرى 47 للمسيرة الخضراء، المسيرة المضرة، المسيرة المحكمة بتعليمات سامية. إنها المسيرة العزيزة على قلوبنا، والتي نود اليوم الاحتفال بها من أجل ترسيخها في أذهان أطفالنا وشبابنا. إنها المسيرة المحبوبة، مسيرة إن سميناها مسيرة الحسن الثاني فلن نكون خاطئين. إنها مسيرة الملك الهمام رحمه الله. نود في هذه اللحظة أن نستحضر المسيرة التي كانت سلمية 100% وكانت مضفرة 100%. نشكر الحضور الكريم، نشكر السادة عبد الجليل المسلم من وجدة، عبد الله دو كازا، حماد دو وجدة، محمد دو أكادير، رشيد ملال، عطالة سعيد، كلثوم، عزيز حميد، يوسف، زكريا مبركي. إنهم مغاربة العالم المحبين للوطن، الذين شاركوا أو ساهموا ب 85% من أجل إرجاع هذا الحفل، والذي ضم جمعية مفاتيح الرحمة، ذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعيات أخرى. أعتذر إن لم يحضر الاسم، لكن جمعية لزوفنا دو لافرانس دنيا معصب. وكنشكر الحضور الكريم، كنشكر الصحافة اللي جات معنا اليوم اللي دائما مساهمة معنا في التغطية، وكنشكر وليداتنا، وكنتمنى لكم أمسية سعيدة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم إلهام قيطوني، رئيسة جمعية التفاؤل النسوية للتنمية والتضامن والأعمال الخيرية. اليوم نخلد ذكرى عزيزة على قلوبنا وعلى قلوب أجدادنا وأحفادنا وأولادنا، إنها ألا وهي ذكرى المسيرة الخضراء. اليوم نخلد الذكرى 47 للمسيرة الخضراء، والتي تود جمعيتنا أن تكون هذا اليوم وهذه الذكرى مرسخة في أذهان أطفالنا، ولذلك أحيينا هذا الحفل. وكنشكروا من بعد الله سبحانه وتعالى، كنشكروا السلطات اللي كانت معنا على قدم وساق، اللي وفرتنا كل ما احتاجيناه. وكنشكروا السلطات، كنشكروا مغاربة العالم، منعم بالقايد ومجموعته اللي ساهموا معنا ب 85% لإنجاح هذا الحفل. وكنشكروا الناس اللي واقفة معنا على قدم وساق، وكنشكروا كل من جاء لدعمنا معنويا أو ماديا. وكنقول لكم نحن وطنيين دائما نحب البلاد، نحب المغرب، وحتى وإن وجدت مسيرة خضراء أخرى نحن راهنا إشارة وطننا وبلدنا. كما داروا المسيرة الخضراء جدودنا، احنا كجيل مستعدين أننا نفديو مغربنا بالدماء ديالنا. مرحبا، مرحبا سيادنا، مرحبا بسيدنا. إن وجدت مسيرة خضراء أخرى نحن راهنا إشارتك سيدنا، نصرك الله وأيدك. حنا كنحبوا بلادنا وكنحبوا وطننا، والدم ديال المغرب كيجري في عروقنا. وكنشكروا أيضا الصحافة اللي دايما معنا ومواكبة معنا هاد الأعمال اللي كتقوم بها الجمعية. الله أكبر، I'm not afraid.
الله 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 الله